السلام عليكم متابعين قناة موني فاسيل، كما عودتكم دائما على الوصفات السهلة والاقتصادية. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم واحد الديسير سهل واقتصادي كيجي رائع في المذاق، ما نطولش عليكم بزاف. تبعوا معي المقادير وطريقة التحضير. غادي ناخد خلاط كهربائي، غادي نوضع فيه نصف لتر ديال الحليب، جوج صفر ديال البيض، جوج بنانات، السكر كيبقى حسب الذوق، نكتفي ربع معلقه ولا جوج حتى يجي عندنا البنان حلو، وغنزيدو الشوكولا حتى هو حلو. جوج معالق ديال البيرلي، ولا كانت القشده الطريه متوفر عندنا نديرو جوج معالق ديال القشده الطريه. صافي، وغادي نميكسي هادشي مزيان. غادي نوضع هاد الخليط في كازرونه، غادي نزيد عليه معلقه كبيره ديال النشا وجوج معالق ديال الدقيق يكونوا كبار. غادي نحركهم مزيان ونوضعهم فوق النار حتى يعقد لي الخليط ديالي. غير كيعقد لي الخليط وهو مازال سخون، كنضيف عليه 80 غرام ديال الشوكولا، كنحرك مزيان باش يدوب لي الشكلاط، كنوضعو في كؤوس ومن بعد كنوضعو في الثلاجة لمدة ساعة حتى لساعة ونص. زين، غادي ناخد اي بسكوي عندي على حسب الرغبه، غادي نطحنو مزيان وغادي نوضعو فوق الكؤوس. صافي، الديسير ديالي ها هو برد وجد، كيجي زوين لا في المذاق لا في الشكل. نتمنى تجربوه، وما تنساوش الى عجبكم لا فيديو ديال اليوم تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر.